أخبار اليوم. لازم نشوف الموضوع يمشي ازاي، العقد بين العميل وبين الشركه ووزاره التموين بتعمل ايه، الصندوق الاقتصادي يعمل ايه. فكان طبعا لود كبير جدا ان انت بتعمل مشروع المستهدف منه مرحله اولى 4000 منفذ. دي الفراخ المدعمه اللي انا بقول عليها لحضرتك، دي حضرتك سعر الكيلو منها ب 20 جنيه، وزن الفرخه يتراوح من الكيلو 250 ل 300 تقريبا، بتبقى الفرخه تقريبا واقعه حوالي 25 جنيه. تمام. دي برضه عندنا حضرتك في بط بتاعت العام، دي حضرتك برضه الكيلو منها تقريبا 23 جنيه، ودي بتتباع حسب الوزن يعني بتتوزن. في طبعا هنا بدال موجود في